واش الاخوان، في هذا الفيديو غادي نتعرفوا شنو هو المشكل اللي طاري لينا بسط السياقه بالمغرب. بالنسبه كاينين بعض المدن اللي كان السقوط 100%، اللي ما نجح في المدينه حتى واحد، يعني بحال هذه المدن هادو برشيد، قنيطره، صويره، المحمديه، ورجاجات، وريبكا، وكانت نسبه النجاح 0% في هذه المدن. بالنسبه للبيرمي بي، خاصك في المدارس انك تحفظ 600 سؤال، ومن بعد 600 سؤال تيوك 40 سؤال وخصك تجيب 32. بالنسبه ل 32 هو نسبه النجاح، ومن بعدها زادوا شي اسئله، زاد 400 سؤال اللي ولاو 1000 سؤال. المشكل اللي طرا، يعني الناس اللي كانوا كيقراو في المدارس كانوا كيقراو بالسيستيم القديم اللي كانت فيه ديك 600 سؤال، يعني ديك 400 سؤال ما كانوش كيقراوها. هادشي علاش طرا المشكل؟ راه فيكم على الفيديو تاع الناس اللي دوز الامتحان؟ غادي نجي انا وغادي نقوم بتنزيل بنك الاسئله الجديد، وغادي نجي وغادي نلقى كان عندي قبل ما يتنزل هذا بنك الاسئله الجديد كانت عندي نسبه نجاح 90 99%، اضعف الايمان كتكون عندي 85% ديال النجاح. اذا الناس كتلقاهم دوزوا البارح عندنا 90% ديال النجاح، جاو دوزوا اليوم لو 25 الاثنين، يعني دوزوا الاثنين لو 25 شحال لقينا؟ لقينا 2% ديال النجاح. اذا كارثه بكل ما تحمله الكلمه المعنى، نجحوا جوج ولا حسب نتفاجئ انه كل شيء خرج ساخر. كنت كنتسنى صاحبي يخرج ساقط، كنتفاجئ بان كل شيء خارج مغير، كل شيء خارج مقلق. كنسول كنلقى بانهم تطبق عليهم النظام الجديد، كتحفظ باش تجي دوز ديك البيرمي ديالك وتشد وتمشي بحال جاي. حاطين لك دري صغير اللور في الطوموبيل قال لك هذا مني دير قصيده الله يستر واش يمكن له ياكلها في راسه ولا في كرشه ولا في صدره، باش غادي تعرف واش انت طبيب. بالنسبه لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك خرج بواحد البلاغ بان الناس اللي دوزوا الامتحان في نهار 25 شهر 3 2024، يعني غادي تعاود لهم الامتحان. الناس اللي دوزوا الامتحان هذاك اليوم 2 بانه راه غادي تعطاهم الفرصه باش يعاود يدوزوا الامتحان بلا ما يتحسب لهم هذاك النهار، لانه يوم 2 كانت اول مره استعمال ديال البنك، وقمنا بالتحليل ديال الاجوبه وفهمنا منين جاي الخلل وصلحناه، ولا غد ليه النسبه ديال النجاح طلعت ل 35%،